اليوم نقدم إحاطة صحفية فيما يتعلق بدراسة تم إنجازها من طرف المرصد المغربي للسجون تتعلق حول معرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسجينات داخل المؤسسات السجنية. هذه الدراسات تكلفت بها مكتب الدراسات داخل المؤسسة السجنية واشتغلت على عينة تقريبا وصلنا 357 سجينة وسجين، بمعنى أكثر من 45% من الساكنة السجنية المتعلقة بالسجينات. الغاية ديالها هو أولا معرفة هل وضعية السجينة داخل المؤسسة السجنية ينطبق وفق وثيقة مونديلا وفق البعد الحقوقي وفق البعد القانوني، وبالتالي تتمكننا هذه الدراسة من الوقوف على الخصائص وعلى الحاجيات المتعلقة بالسجينة داخل المؤسسة السجنية. هناك سجينات اللي تكون عازبة وهناك سجينات كذلك تكون مرفقه بالاطفال ديالها، وبالتالي هذه الدراسه هذه غادي تمكن المرصد المغربي والفاعلين وكل المهتمين وكذا المندوبيه العامه من معرفه بعض القضايا وبعض الانشغالات المتعلقه بالسجن، ومن معرفه كذلك بعض الحاجيات باعتبار بانه هناك تعامل خاص مع السجينه داخل المؤسسه السجنيه، لا من حيث التكوين لا من حيث التاطير ولا من حيث حتى الحاجيات البيولوجيه واماكن الاقامه ديالها. وبالتالي هذه غتكون مناسبه لعرض هذه الدراسه وفتح نقاش فيها، وبالتالي نتمنى أن يكون المرصد المغربي أن يساهم في من خلال هذه الدراسات ومن خلال العمل الذي يقوم به أن يساهم في تجويد المؤسسات السجنية وبالتالي معرفة الخصائص لكل سجين وسجينة. هذا النهار المرصد المغربي سجون بصدد تقديم واحد الندوة صحفية لكي دور حول الحق ديال النساء السجينات في معاملات تفضيلية، والهدف من هذا الندوة الصحفية هو نعطيو معطيات للأفراد ولا الفئات ولا الجهات المختصة باش ممكن ندافعوا على الحق ديال السجينات في المعاملات التفضيلية، ونحاولوا نحسوا أو ميليت بور هذاك التمييز لكي يكون قائم على النوع الاجتماعي بالنسبة للنساء في داخل المؤسسات السجنية. هذه المعطيات جات من واحد الدراسة اللي قام بها المرصد المغربي للسجون في إطار الاهتمامات ديالو المؤسسات السجنية، السوق النازلة، المعاملة، الإقامة. هي دراسة تشخيصية للخصائص الاجتماعية والاقتصادية وظروف إيواء النساء النازلات. هذه الدراسة قامت على ملء واحد الاستمارات من طرف السجينات النازلات، وتخادت واحد العينه ديال 25% من النازلات طبعا المغربيات لتيشكلوا 500 نازله، وهذه الاستماره عطاتنا واحد البيانات وعطاتنا واحد المخرجات. كذلك تم اللقاء مع موظفين ديال الاطر ديال المندوبيه العامه لاداره السجون، وهذه الدراسه دارت على 9 ديال السجون، 2 ديال السجون اللي هي خاصه بالنساء و7 ديال السجون اللي هي فيها النساء والرجال. هذه الدراسه هذه غتعطينا معطيات اللي غادي ممكن اون فابليدي بها باش نحطوا توصيات اللي غادي تخول الحقوق للسجينات في المعامله اللي كتستجيب للنوع الاجتماعي. هاد الدراسه هذه غادي تعطينا كذلك مجال للتوصيات باش تكون هذه المعامله الفضله للنساء. المعامله الفضله ما تنقصدوش بها التمييز وما تنميزوش النساء على الرجال، هذه المعامله الفضله كنطالبوا بها نظرا للخصوصيه ديال المراه بصفه عامه وخصوصيه المراه السجينه بصفه خاصه. شنو هي هذه الخصوصيه؟ لان المراه السجينه هي مراه في طور الانجاب، هي ام، هي مرضعه، هي حاضنه، هي مرافقه للطفل. يعني البرامج ولا الاقامه ولا التغذية ولا الأفريشة ولا خاصها تكون عندها واحد الخصوصية. المؤسسة السجنية هي خاصها تكون عندها خصوصية اللي تقدر كتجاوب مع الخصوصية للنساء، تكون مصوبة بواحد المواصفات اللي ممكن أنها تستجيب لخصوصية النساء. ثاني حتى البرامج التكوينية، البرامج التكوينية خاصها تكون ضرورية مهمة اللي خاصها تعطي للمرأة الإدماج في سوق الشغل بعد الإفراج. خاص البرامج التكوينية ستعطي التمكين سوسيو اقتصادي من بعد الإفراج. هنا هذا اليوم نحن على موعد مع إحاطة صحفية حول موضوع السجينات وحقهم في معاملة تفضيلية. كما تعلمون أن نسبة السجينات هي أقلية بالنسبة لعدد الساكنة السجنية في العالم ككل، وبالتالي فهم محتاجون لاحتياجات خاصة بطبيعتهم النسائية وبالتالي في معاملة تفضيلية. المرصد المغربي للسجون قام بدراسة تشخيصية للواقع الاجتماعي الاقتصادي لهذه الفئة الهشة التي
تقطن بالمؤسسه السجنيه، وبالتالي فخلصت الدراسه الى مجموعه من الخلاصات. طبعا بعد زياره 9 مؤسسات سجنيه، مؤسستين خاصه بالنساء و7 مؤسسات تضم احياء للنساء. هذه الدراسه شملت عينه البحث توازي ما يقارب 500 سجينه، كذلك تم استجواب بعض اطر المؤسسات السجنيه. الكل خلص الى مجموعه من الخلاصات، منها حقهم في الولوج الى العداله، حقهم في الصحه، حقهم في مجموعه من الامتيازات والتي تخول لهم طبيعتهم الهشه. وبالتالي خرج المرصد بمجموعه من التوصيات نتمنى ان تكون محل ترافع من اجل تحسين وضعيه هذه الفئه الهشه. وشكرا.